هاي جايز ومرحبا بكم بقناتي من جديد. دائما ما اعرف شو اقول، يعني لازم افكر بفد شيء. اشتاقيت لكم، شكو ماكو، شنو الاخبار. قررت اليوم اني عندي كم شغله حروح اسويها، فقررت اسوي جهز وياي فيديو، فحسوي مكياجي وحسوي شعري. فهسه حسوي مكياجي وجهي كل شيء ما حاطه عليها، حتى سكين كير ما حاطه عليه، فحنبدي وبعش فايفي بعدها، يعني من الورم ما راح كله، بس انه يعني ده طيب شويه شويه. فيا ليتس جيت ستارتد. اللي حنبدي بيه اول شيء اللي هو ححط مرطب على وجهي قبل اي شيء. اوكي، ححط اول شيء الفيتامين سي سيروم. هذا الفيتامين سي اللي استخدمه من الماركة اللي اسمها لاروش بوزي، تنباع بالصيدليات واسعارها كلش مناسبة. يعني حستخدم المرطب ماتي من البراند اللي اسمها درانك إليفنت. وراها طبعا لازم نحط واقي الشمس، هذا همينا من البراند لاروش بوزي. فمثل ما قلت لكم مدى اعرف شو صور لكم فيديوهات، لانه اني مو كلش عندي افكار يعني، فانطوني افكار. طبعا ما حد يحب يسوي تحديات وياي، فلا تقولوا لي تحديات، لانه لا رجلي يحب التحديات ولا امي ولا اي احد بالعائله يقبل يسوي وياي تحديات. ف اوكي، هسه حننتقل للمكياج. اول شيء ححطه هو هذا الهايلايتر من شارلوت تيلبري، يعطيني هيجي اجلو. طبعا صوت غساله المواعين ده تشتغل وصوت غساله الهدوم ده تشتغل، فاذا ده تسمعون ورايا هوايه اصوات. طبعا ما عندي مرايه، اريد مرايه. اوكي، هسه نحط كونسيلر ونحط فاونديشن. طبعا والله ما اعرف اساميهم بالعربي، شويه صعب اسامي المكياج، بس كل شيء لاح احكي بالعربي. ملاحظين؟ اسمع لكم اني، سوي اللي تريدوه لان احبكم. دائما اصغر خشمي لانه خشمي يأزمني. هذا الكونسيلر من بنفيت، هيجي شكله. اوكي، هسه نسوي الكونتور. حستخدم البوبي براون كونتور شيد ماتا جولدن الموند. ححط اول شي خشمي. دقيقة، تتونسون بفيديوهات مكياج و get ready with me وهاي الاشياء؟ لو مو كلش تونسكم هاي الفيديوهات قولولي. كريمي بلاش، وهسه ححط هذا البلاش من ماك اسمه لايك مي لوف مي، يمكن حاكي عليه على قناتي من قبل. حطه هيجي. انا دائما احط ماتي البلاش هنا فوق مو هيجي على هاي، لانه يرفع الوجه هيجي يخليه مرفوع. هسه حروح اسوي عيوني برا الكاميرا لانه اريد مراية، ارجع لكم. سو
سويت عيوني off camera وهسا هحط الماسكارا. الايلاينر اللي استخدمته من NYX اسمه Epic Liner، والماسكارا اللي هستخدمها من مارك جيكوب اسمها صعب. اوكي هسا اشيل هذا. اوكي بالنسبة إلي الحمرة أحلى بارت بمكياجي، فحراويكم الستبس. أول شي KKW Beauty Lip Liner رقم 2، هيجي جوزي طوخ، وأحدد بيه شفايفي. طبعاً يلعب النفس هو كمنتج، بس يعني يا الله الحمرة أحلى شي بالمكياج والله. أحس يعني من دون الحمرة المكياج أصلا ما يسوى، يعني أطلع بلا مكياج وبس حاطة حمرة، ولا أطلع حاطة مكياج وما حاطة حمرة. هاي من ريمال اسمها أو رقمها 710 نيود هاني. اسوي شعري. اوكي اجا وقت نسوي شعري. طبعا كلش مطلوب مني تشوفون اني شو اسوي بشعري وشنو المنتجات اللي استخدمها، فحشاركها كلها وياكم هسه. اوكي obviously غسلت شعري مبلل بعده، فشو اسوي؟ هحط من المنتج الجديد ماتي اللي هو اسمه إليان. ما حقولكم هواية عنه على ما تعرفون بعدين لما ينزل، ما حراويكم اياه. اوكي احطه على نهاية شعري يجي ريحته تخبل. طبعا ينزل الشعر بسرعة مو طبيعية، يعني ما تحتاجون اصلا تمشطون، لانه رأسا ينزل الشعر. فحنمشط الشعر. اوكي ورا ما اخلص تمشيطه بالحالات العادية يعني بس ابدي اسشوره، لانه المنتج ماتي اوريدي ب شو اسمها واقي الحراره. اوكي بس لانه اليوم اريد شويه يكون عندي فوليوم لان اريد اصور شعري، ححط عليه هذا المنتج. هذا المنتج اسمه ليكويد فوليوم من البراند اسمها يونايت، هيك شكله. اوكي هذا بس ترشوه على الجذور مالتكم يعطي شوية فوليوم قبل ما تسشورون. هحط شوية من هذا الأوربي همين فد شيل الفوليوم على مود يكون الشعر مليان. هسه نبدي ننشفه سشواري هذا الكيوت الصغنطوطي من براند اسمها T3. Thank you.
اسوي له كيرل لازم يكون ناشف كومبليتلي، فلهذا لازم اضل انشف بيه. بس نورمالي اذا ما حسوي له كيرل ما نشفه كومبليتلي، عرفتوا؟ طبعا لازم اعدل صبغه شعري لانه كلش يعني شعري باعوا يعني لهذا الطولان، فحصبغه لما اروح على عمان. حذروا شو وقت رايحه عمان، حنزل لكم فلوجات بعمان. اوكي اجا وقت انه نسوي الكيرلز. بسبوس عاشق بسه ويدلعها بسبوسه. دائما 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 لما تسوون شعركم بالفير الخصل اللي يم وجهكم كيرلت لي ورا مو لي قدام. ساراويكم شنو قصدي، وراها تركوها وتركوها تبرد بايدكم، لانه اذا راسا نزلتوها توقع ما تضل. اذا راسا تذبوها من ايدكم وهي بعدها حاره ما تلزم، فتاخذون الخصله اوكي حسب انتم ايش قاعده تريدون. تاخذون هذا وتسووا لي جوا وتلفون لي ورا، يعني عبالك دا تلفون بعيد عن وجهكم وتحطوه. تنتظرون شوية وراها تركوها بإيدكم شوية عما تبرد. اوكي هسه خلصت، بس مثل ما دا تشوفون ما بي حياة، يعني اوكي مسويت له كيرل بس من انا نازل وملزق ومن انا ما بي حياة. فحراويكم التريك اللي اني اسويها على مود يصير من هيجي الى فوليوم وحركة وحياة وكل هاي الاشياء. فالتريك هي، بس قبل ما احط التريك خل احط له شوية سبراي. هذا اسمه تكستشر سبراي، فاللي يسويه هو بس يعني يلزم التكستشر. شنو يعني بالعربي؟ يعني بس يلزم الكيرل، عرفتوا؟ مو من هذا اللي يدبق ويلزق وهيك شيء. اوكي التريك مالتي هي لما يكون شعركم خلصتوا الكيرل وكل شيء بس بعرف شلون لازق منه، تقلبوه يعني تقلبون شعركم وتنفشوه. ف تشوفون الفرق مع الشعر فوليوم وحركة وكل هاي الأشياء يعني. فاي شنو رأيكم، حبيتوا الشعر؟ حبيتوا المكياج؟ حطوا لي طبعا بالتعليقات شنو حبيتوا، شنو التكنيك اللي حبيتوها، شو تريدون تشوفون أكثر، كل هاي الأشياء. ما خلصنا، هسا حنروح نلبس. فأريدكم تختارون لأن عندي اختيارين. أوكي هسا بما أنه خلصنا الشعر تعالوا نختار الهدوم. عندي هذولة، حلبس هذا البنطلون اوكي، عندي هذا الشاكيت وهذا الشاكيت وما دا اعرف ياهو، فهسه حلبسهم اثنيناتهم ونشوف ياهو الاحسن. اوه اي لايك ات اكشولي.
اوكي هذا اول اختيار، اول اوتفيت الاخضر، حبيته حبيت الجاكيت، حبيت البنطلون، حبيت البوتس. اول اختيار جود. هسه حنجرب الاخ، بس اتوقع اني حبيت هذا اكثر، مبيني طويله. اوكي هذا هم حلو، هذا هم كلش حلو. احتاريت اكثر، شنو رايكم؟ يمكن ذاك شويه احلى، مو انو احلى هذاك. اوكي جايز، هاي الفاينل لوك، الشعر دان، الميك اب كلش سمبل، والاوتفيت اللي اختاريناه هو هذا. فأتمنى يكون عجبكم الفيديو، وإذا حبيتوه حطوا لي بالتعليقات شنو حبيتوا أكثر شيء وشنو تريدون تشوفون مني. لا تنسون تسوون اشتراك قناتي طبعا، وتحطوا لي لايك وكل هاي الأشياء الحلوة. I love you guys and thanks for watching.